حلو كابتن عماد، فخر الدين بن يوسف يضيف للاسماعيلي كتير. هل الاسماعيلي بوجود فخر الدين بكيتي سيلفا بشيلونجو بهمام طارق بمدبولي النهارده بيقول ان هو نازل يكسب مش نازل يعني يتفاهم حتى؟ الاسماعيلي يعني بالخبرات والامكانيات طبعا الفارق النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي لو بصينا اللعيبه اللي موجوده والعناصر اللي موجوده في نادي الاسماعيلي والعناصر اللي موجوده في نادي اسوان هنلاقي الكفه لصالح الاسماعيلي، لكن الكوره ما بتقولش كده، الكوره بتقول حقه الاقدر في الملعب هو اللي بيقدر يحقق المكسب. يمكن فخر الدين بن يوسف انا من اللعيبه اللي بحبها، من اللعيبه اللي احب اتفرج عليها، لعيب مميز، لعيب كبير طبعا، عنده امكانيات عاليه جدا وهيكون اضافه لنادي الاسماعيلي. ومهم جدا ان انت تبدا كمان بهدف، يعني هدف ومكسب طب. وهدف المكسب، فدي كلها عوامل بتخلي اللعيب يبدا بدايه مع نادي الاسماعيلي بدايه مميزه. الجمهور الروح المعنويه بتبدا تعلى من ثقه الجمهور في اللعيب، اللعيب ثقته في نفسه، ثقه زمايله داخل الملعب فيه ان هو اضافه وصفقه ناجحه طبعا، يعني البدايه، لكن لسه مستنيين من فخر الدين بن يوسف حاجات كتيره جدا. نتمنى ان شاء الله النادي الاسماعيلي يرجع للكره الجميله اللي احنا كنا بنتفرج عليها.